اهلا وسهلا بارقى المتتبعين، كنتمنى تكونوا بصحه جيده. معكم اسماء حمدوني، دكتور اون ميدسين جينيرال اي كوميديان اماتريس. اليوم بغيت نتكلم مع الرجال اللي كيجلسوا في القهوه واللي كيجلسوا في التروتوار منهم للشانتي. الله يجازيكم بخير الا ما تصنتوا مزيان هذا الفيديو وبارطاجيوه مع اي راجل، لان هذا الشيء يقدر فريمون يحميك ويقدر يخليك تجنب بزاف الامراض اللي صعيب الحل ديالها. الوغ بلا شك تعرفوا ان ملي كتجلس في تروتوار انت كتعرض كتظن انك انت كتشم البرد، كتشم الهواء، كتنفس مزيان. الوغ بالعكس، لانك كتعرض للدخان ديال الطوموبيلات، يعني ديال السيارات وديال الدراجات الناريه. غنعطيك مثال بسيط. انت جالس في تروتوار، وقف قدامك واحد الموتور، وقفت واحد الطوموبيل، وقف واحد الكاميو ديال المناضه، وقف واحد الكاميو ديال الماء، وقف واحد الكاميو ديال البوطه، وقف واحد الموتور غير دايز. اوكي، فرضا ما وقف حتى شي واحد، انت جالس في القهوه خيط قهوتك، جالس محترم في التروتوار، والطوموبيلات دايزين وغاديين جايين غاديين جايين، حتى شي وحده ما وقفات. واش كتعرف ان غير الا داز قدامك طوموبيل كتطلق واحد المواد اللي صعيبه بزاف واللي تؤدي حتى للسرطان؟ اول مريض ديالي في المستشفى الجامعي كان مسكين عنده الماء في الريه، وفاش كانوا كيحيدوا ليه الماء كان هذاك الماء فيه الدم. وفي الدوسي ديالو ملي جيت نشوف وسولت الاطباء اللي كبر مني والانترن وتو، الله يجزاهم بخير، لقينا ان هذا السيد عنده واحد السرطان ديال الريه. ما يمكنش تخيلوا شنو السبب ديال داك السرطان. السبب ديالو هو ان هذا الراجل مسكين كان خدام في واحد ستاسيون ديال ليسونس. اوكي، هذوك المحطات ديال الوقود. اوكي، دونك الناس كيجيو تيديروا ليسونس ويديروا المازوت، شنو تيطرا؟ كيتعرض هو لواحد الماده سميتها الرصاص، وحيت هو خدام مده طويله تما بقى كيتعرض لها تيتعرض لها تيتعرض لها، حتى لواحد النهار مسكين ومرض. باش كتعرف راسك عندك هاد الامراض هادو، التنفس ديالو هو بون، الاعراض كتختلف من انسان لاخر، وماشي ضروري الا عندك الاعراض اذا فعلا راه عندك سرطان. ولكن الا كنتي تجلس في القهوه وكيدوزو قدامك الطوموبيلات، عرف راسك راه انت بحال اللي كتقلب على المرض بيديك. ما فيها باس انسان يبغى يجلس في القهوه يجلس لداخل، اولا يمشي لواحد القهوه اللي زوينه فيها لا تيراس كبيره، فيها بحال الرياض كاينين تبارك الله مقاهي بحال هكا دايرين. يمشي للمقهى اللي يمنع الناس انهم يكميو، واخا يتمنع انسان يكمل داخل وبرا عنده الحق يكمي، هذيك الريحه كتدخل. دونك ملي تنقول ممنوع الكارو يعني قهوه كتقول لك ممنوع تكمي عندي. هاد البلايص هما اللي ما كتعرضش فيهم لهاد الانواع ديال المشاكل الصحيه. اما الا كنتي جالس فواحد البلاصه والبلاصه الاخرى مسموح بها بالكارو، فالكارو غادي الريحه غادي تدخلو لداخل، اذا بحال بحال. اوكي، حاجه اخرى، الله يجازيكم بخير، ملي تكون باغي تمشي لواحد البلاصه اختار البلاصه اللي فيها الجرده وجلس حدا الجرده، لان الجرده فيها واحد الحاجه سميتها التركيب الضوئي وقلب بالعربيه، حتى دابا قريت شي بالعربيه. يعني ان الشجر كيطلق لينا حنا الاكسجين بنها باش حنا نتنفسوا مزيان، سبحان الله العظيم. يعني انت مثلا بغيتي تشرب واحد القهوه، من الاحسن تمشي لشي بلاصه فيها جرده وتشربها تما، وديك الساعة تحس بها وتعقل عليها. ولكن تجلس ويبقاو يستاسيونيو الناس قدامك او لا يدوزو يمشيو، عارف راسك راه كتعرض راسك للخطر. الا بغيتو نعطيكم معلومات اكثر على التسمم في المقاهي، على اغلاط اللي كنديرو ولا كنديرو فين كنبغيو مثلا ناكلو شي حاجه في القهوه، الا بغيتو شي معلومات في هذا الشيء مرحبا خليو لي دي كومونتير، لانني انا كنت كندير واحد البحث في المقاهي وفي المطاعم، ولاحظت بزاف ديال الحوايج اللي يمكن ينفعوكم، حيت راه تينفعوني في الخدمه ديالي مع المرضى، دونك اكيد غادي ينفعوكم ان شاء الله. والله يشافي الجميع والله يعافي الجميع.